السلام عليكم حبايبي طلبة بريب 1، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا مع الكرياتيف ثينكينج الموجودة في لسن 3، مسائل مهمة جدا، افكارها حلوة قوي، لازم تحلها معايا. شوف الفيديو للاخر وان شاء الله هتستفيد. ولو كنت أول مرة تشوفوني، أنا المهندسة فاطمة ودي قناتي ويكان ماس أند آي سي تي. أتمنى يا رب تكون مفيدة ليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لكل أصحابكم، وما تنسوش تنضموا لجروب الواتساب المثبت في الكومنت تحت الفيديو، جروب الواتساب المجاني لاستفساراتكم في أي وقت. أول مسألة كانت بتقول لي إن اللينث أوف ريكتانجل إز توايس إتس ويتش، تمام؟ يعني معنى كده أنا عندي لينث والويتش، اللينث ده كام؟ 2 تايمز الويتش، خدنا الريشيو دي كويس. طيب تعال نكمل، and its perimeter is 18 سنتيمتر. طيب هو أنا مش عارف إن البريمتر هو عبارة عن اللينث بلس الويتش مالتبلايد 2، صح؟ يبقى معنى كده ان انا هطلع من هنا ان اللينس بلس الويتس هو عبارة عن ايه؟ عن البريمتر ديفايدد 2، يعني 18 ديفايدد 2 equal 9 سنتيمتر، تمام. انا كده طلعت اللينس بلس الويتس. طب هو انا اعرف اللينس والويتس كام؟ تعرف الريشيو اللي ما بينهم، انت عارف ان اللينس 2 ويتس، ان اللينس 2 والويتس 1، ومعاك التوتال البلس بتاعهم الصم اللي هو 2 بلس 1 3، تحت 3 دي هحط 9، صح كده؟ يبقى انا قدرت ال 9 ال 3 حصل لها مالتبلاي 3، يبقى ال 1 يحصل لها مالتبلاي 3 ايكوال 3، وال 2 يحصل لها مالتبلاي 3 ايكوال 6. يبقى انا من هنا طلعت اللينث ايكوال 6 سنتيمتر، وطلعت الويدث 3 سنتيمتر، فأقدر بكل سهولة أجيب الأريا اللي هي عبارة عن اللينس مالتبلاي الويتس، يعني 6 مالتبلاي 3 equal 18 سنتيمتر سكوير. طيب تعال على الإكزامبل التاني، لما يقول لي sum of cubits each length is، ده السم بتاع كل الإيج بتاع الكيوبايت. طيب احنا خدنا ان الكيوبايد عنده كام؟ عنده 12 ايج، صح؟ ايه هم؟ عنده لينث اللي هو اهو لينث ويتش وهايت، اهو شايف التلاتة دول؟ ادي اللينث بتاعي، وادي الويتش، وادي الهايت، اهو التلاتة دول كل واحد فيهم متكرر 4 مرات. ازاي؟ ركز كده معايا، اللينس ده مثلا ادي اللينس اهو الاولاني، والتاني اهو، والتالت اهو، والرابع هو اللي مستخبي ورا ده، تمام. طيب الويتس تعالى كده، ادي الويتس، ادي الويتس اهو، واحد ويتس اهو، والويتس التاني اهو، والويتس التالت اهو، والرابع برضو اللي مستخبي ورا ده. طيب تعالى نغير اللون كده ونشوف الهايت، انا عندي الهايت 1 اهو، والهايت التاني اهو، والتالت اهو، والرابع برضو اللي مستخبي ورا. يعني معنى كده ان ده الصم بتاع 12 ايج، بس انا عندي هم 3 بس، كل واحد فيهم متكرر 4 مرات. يبقى معنى كده ان sum of 3 each، او السم بتاع اللينث والويتس والهايت، هو عبارة عن 1440 divided 4. ايش معنى قلنا divided 4؟ عشان كل واحد فيهم متكرر 4 مرات، يعني ده 360 لما اعمل لهم divided سنتيمتر. يبقى انا كده عرفت ان البلس بتاع ده وده وده 360 سنتيمتر. طيب هو مديني الريشيو بتاعتهم اللي هي بتاعت ايه؟ اللينث والويتس والهايت. الفيرست اهو، والسكند، والثيرد، ماشي؟ given that the dimension of cubite، ايه هي؟ ادي 3 to 4 to 5،
تمام. البلس بتاعهم بقى انا مديني البلس بتاعهم هيبقى 5 بلس 4 بلس 3 ايكوال 12. اهي 12 دي بتقابلها 360. اقدر اجيب اللينس اوف فيرست ولا لا؟ او الفيرست دايمنشن اقدر اجيبه. اذا فيرست دايمنشن اعمل ايه؟ اخد الريشيو بتاعته اللي هي 3 multiply 360 اعمل لها divided. هي دي الريشيو اللي بشتغل عليها عشان دي الريشيو كاملة. divided 12 divided 12 equal 1 divided 12 equal 3 هتطلع معايا 90 سنتيمتر. السكند دايمنشن هيطلع معايا كام؟ انا عندي الدايمنشن الريشيو بتاعته 4 يبقى 4 multiply 360 divided 12 divided 12 equal 1 divided 12 equal 3 يبقى 120. طيب الثيرد نفس الموضوع هيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال 5 multiply 360 divided 12 equal 1 divided 12 equal 3 هيطلع 150 سنتيمتر. طيب تعالى كده نشوف المثال الاخير في الكريت. بيقول لي 3 person invested in a business. The ratio between the first to the second is 1 to 5 and the third share is 1 third. فاكر 1 third دي اللي كنا بناخدها في primary 2 يعني 1 over 3 of the sum يعني third sum بتاع the first to the second. طب ثواني، ما انا عندي the first 1 وعندي the second 5 يبقى السم بتاعهم هو 1 plus 5 يعني 6. طيب يبقى معنى كده ان الثيرد هو عبارة عن 1 over 3 multiply 6. 1 over 3 multiply 6 يبقى equal 2. يبقى انا كده قدرت اجيب الريشيو بتاعة الثيرد. خلاص بقت سهلة، first to second to third. الفيرست عندي 1 والسكند عندي 5 والثيرد عندي 2 ومديني التوتال. يبقى انا هجيب لهم التوتال 1 بلس 5 6 بلس 2 8. عملت دول توتال وتحت ال 8 هكتب 36000. يبقى انا هقدر اجيب الشير اوف فيرست. هعملها ازاي؟ هاخد الريشيو بتاعته اهي واعمل معاها كروس مالتيبليكيشن كاني بقول 1 2 اكس ايكوال 8 to 36,000. بالظبط كأني بعمل كده. يبقى 1 multiply 36,000 divided ال 8 واشوفها على الكالكوليتور هتطلع معايا كام. هلاقيها طلعت معايا 4500 pound. يبقى ده الفيرست. طيب السكند، لا السكند الريشيو بتاعته 5 يبقى 5 multiply 36,000 divided 2. اعمل لها كده multiply وشوف هتطلع معاك كام. هتطلع معاك 22,500 pound. طيب الثيرد، لا الثيرد معايا هيكون ال 2 الريشيو بتاعته multiply 36,000 divided 8. اعمل لها divided هتطلع معاك 9000 باوند.